حديث روسيا من أجل الصداقة والسلام. Мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, наконец, последний бой. أصدقائي المستمعين، تحية طيبة في حلقة جديدة من حديث روسيا من أجل الصداقة والسلام. نضيء في حلقتنا على يوم حماة الوطن الذي يحتفل به في روسيا الاتحادية في 23 من شباط، متوقفين عند الحفل الذي نظمته السفارة الروسية في بيروت، كما نتعرف إلى إحدى بطلات فيلم موسكو لا تصدق الدموع الحائزة جائزة أوسكار، وهي الممثلة الروسية فيرا ألينتوفا التي تحتفل بيوبيلها 70، ونستمع إلى أغنيتين من ذلك الفيلم. لكن قبل ذلك نتوقف مع الفقرة السياسية التي ساهم في إعدادها الزميل فؤاد خشيش. Мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. أوضح الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف في اتصالات هاتفية أجراها مع العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز ورئيس الوزراء العراقي نور المالكي والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أسباب استخدام روسيا لحق نقض الفيتو أثناء التصويت حول مشروع القرار بالشأن السوري في مجلس الأمن الدولي. وأفاد المكتب الصحفي للرئيس الروسي بأنه أشار إلى أن روسيا استخدمت الفيتو لضرورة منع محاولات بعض الدول الإقليمية وغير الإقليمية من استغلال المشروع الذي اقترحته لتنفيذ سيناريو التدخل الخارجي في العملية السورية الداخلية. وأضاف المكتب في بيان أن ميدفيديف شدد على ضرورة المساعدة في تنظيم الحوار الشامل بين الأطراف السورية، محذرا من أن أي تحريض على رفض مثل هذا الحوار يفتح الطريق أمام الحرب الأهلية وسقوط المزيد من الضحايا. ومن جهة أخرى، أعلن غنادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحفي أن الغرب يجب ألا يفرض حلا خارجيا على سوريا، واعتبر ذلك مبدئيا بالنسبة لروسيا، ورأى أن أي وسائل أمنية لن تساعد في الحل، وقال إن هذا الموقف غير مقبول بالنسبة لنا وإننا سنعارضه. وأعرب غاتيلوف عن ثقته بأن وقف العنف يجب أن يكون خطوة أولى لبدء العملية السياسية، وأشار معلقا على الوضع في المنطقة بشكل عام إلى أن مصير دول المنطقة يجب أن يقرر من دون تدخل خارجي أو الاستعانة بقوة عسكرية، وقال يجب أن يقوم كل ما يحدث على الحوار الوطني، وفي حال حصول أوضاع حرجة يجب أن تجرى مفاوضات بين السلطات والمعارضة، أما أي مخططات تخرج عن هذا الإطار فإنها غير قابلة للبقاء. وأعلن غاتيلوف أن لدى روسيا معلومات تؤكد أن المعارضة السورية تستلم أسلحة من الخارج، وقال إنه ينبغي وضع حد لذلك، وأضاف أن هذه الحقائق مؤكدة من قبل الكثير مما ينشر وكذلك حول تمويل المعارضة وتزويدها بالسلاح، ونعتبر أن ذلك يؤجج النزاع الداخلي ويجب الحيلولة دون وقوع تلك الأعمال. Бьет в лицо ли ветер знойный, до утра ли вьюга злится, а мужчинам беспокойным снова дома не сидится, и ничуть их не остудят ни седины, ни морщины. Уж такие это люди, уж такие это люди, настоящие мужчины. Отдохнут с дороги малость, и опять в дорогу нужно. Пополам беда и радость, вот и вся мужская дружба. Пусть потерян счет разлука, нет для ревности причины, навсегда верны подругам, навсегда верны подругам,
настоящие мужчины. Не всегда они плечисты, не всегда приметны ростом, но во всех концах отчизны по делам узнать их просто. И пока они летают, и пока берут вершины, в каждом доме подрастают, в каждом доме подрастают настоящие мужчины. Пока они летают, и пока берут вершины, в каждом доме подрастают, в каждом доме подрастают настоящие мужчины. يحتفل شعب وحكومة روسيا الاتحادية ومعهم الملايين من المحبين في مختلف دول العالم بعيد حماة الوطن في 23 من شباط من كل سنة. هذا العيد يمثل عيد مجد الجيش والشعب الروسي عندما أوقف فيه جيش الشباب من العمال والفلاحين الروسي تقدم القوات الألمانية النازية التي حاولت الاستيلاء على الأراضي الروسية والقضاء على النظام واستعباد شعبنا ومصادرة ثرواته وخيراته، إلا أن تلك القوات لاقت حتفها وهزيمتها على أبواب المدن وفي السهول واندحرت خائبة تجر أذيال الهزيمة. ومنذ ذلك التاريخ أصبح هذا اليوم يوم ولادة جديدة للشعب والأمة الروسية، يمثل يوم التحرير وانكسار النازية من أراضي دول وشعوب كثيرة في أوروبا. كما أن 23 من شباط ما يزال يحتفظ في ذاكرته ذلك المشهد العظيم عندما خرج الشعب الروسي من مدن بيتروغراد وموسكو ومدن روسية أخرى في العام 1919 من أجل الالتحاق بصفوف الجيش والمقاومة الشعبية للدفاع عن الوطن، لذلك أعلن هذا اليوم رسميا تخليدا لذكرى تأسيس وانتصار الجيش بدءا من العام 1964. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي اتخذ المجلس الأعلى في روسيا الاتحادية في العام 1993 قرارا بتغيير اسم هذا العيد إلى يوم حماة الوطن، وأصبح معتمدا رسميا في القانون الروسي الاتحادي في العام 1995. وفي بيروت احتفلت سفارة روسيا الاتحادية بالعيد في حفل استقبال نظمته مساء 23 من شباط الجاري، تحدثنا عنه في تقرير خاص الزميلة كارولين بزي. حضرت روسيا الاتحادية بتراثيها الحربي والفني في احتفالية يوم حماة الوطن في النادي العسكري المركزي في بيروت مساء 23 من شباط، التي دعت إليها الملحقية العسكرية في السفارة الروسية، وحضرها السفير الروسي ألكسندر زيسيبكن وحشد من أعضاء الممثليات العسكرية في السفارات العاملة في بيروت وأعضاء في السلك الدبلوماسي ونواب ووزراء، على رأسهم رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري ممثلا بالوزير السابق طلال الساحلي وقائد الجيش اللبناني العماد جون قهوجي ممثلا بالعميد حسن أيوب. في الاحتفالية أدت جوقة إنشادية من النساء الروسيات الناشدين الوطنيين اللبناني والروسي، وعرضت فرق من المراكز الثقافية الروسية في لبنان لوحات راقصة من التراثين الروسي واللبناني. الكلمة الرئيسية في الاحتفالية كانت للملحقية العسكرية في سفارة روسيا الاتحادية، ألقاها الملحق العسكري اللواء رافيل كورماشوف، الذي رحب بالحضور من الضباط وممثلي القيادة العسكرية في الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ووزارة الداخلية اللبنانية وممثلي قادة الأحزاب والتيارات اللبنانية وسفراء وممثليهم ورؤساء وممثلي الملحقيات العسكرية المعتمدة في لبنان، وقال: نحتفل اليوم بإذن سخي من العماد جون قهوجي قائد الجيش اللبناني الموقر وبتأييد قيادة الجيش اللبناني وبمشاركة شخصية فعالة من العميد الركن المغوار صالح قيسي المحترم رئيس النادي. نحتفل في 23 من شباط بعيد معروف في زمن الاتحاد السوفيتي كعيد الجيش الأحمر،
ثم عيد الجيش السوفيتي والأسطول البحري الحربي، ويسمونه في الآونة الأخيرة عيد لحماة الوطن. وأضاف كورماشوف: تجدر الإشارة إلى جوهر وطبيعة هذا العيد، حيث كان الشعب الروسي مضطراً خلال 1000 سنة من تاريخ روسيا إلى القيام بحروب دفاعية للحفاظ على الاستقلال وصد محاولات عديدة للمعتدين الأجانب الذين حاولوا فرض إرادتهم وأنظمتهم الغريبة علينا. ومن المهم جداً الإشارة إلى أن الدولة الروسية كما هو شأن لبنان لم تخض ولا تخوض الحروب العدوانية، وبنفس الصورة كما في حالة لبنان كان يتم الاعتداء على بلادنا دائماً، وكان على الشعب الروسي أن يناضل ضد المعتدين الأجانب والغزو الخارجي. ولذلك بالضبط يتمتع الجيش في لبنان وفي روسيا معاً عن استحقاق بالتقدير وبالاحترام من قبل المجتمع المدني. إننا الروس واللبنانيون تعبنا أكثر من الآخرين من الحروب والاضطرابات السياسية، وقد ابتلي لبنان طويلاً بكمية من الصدمات العسكرية والخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الحروب، فيعلم اللبنانيون جيداً أن أحسن الطرق إلى المستقبل المستقر هو السلام، وأن أحسن الحلول للتناقضات هو الحوار وأخذ مصالح الآخر بعين الاعتبار. وقال: نحن مع التعايش السلمي، نحن العسكريون الروس واللبنانيون، إذ ندرك جيداً مخاطر وتبعات الحروب والثورات والانقلابات، نسعى بقوة إلى السلم والصداقة. وختم بالقول: أعود وأكرر تقديري وترحيبي وشكري للجيش اللبناني وقائده العماد جون قهوجي وبكل الحضور الموجود معنا اليوم، لأعرب عن أمل الكبير ألا يواجه جيل الأطفال الحالي وهو هدية الحياة وجه الحرب المرعب، ويتنعم بظروف السلام والحب في البلد الذي لا يعرف عنفا. Что происходит на свете? А просто зима. Просто зима, полагает сегодня. Полагаю, я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранней порой дома. Что же за всем этим будет? А будет январь. Будет январь, вы считаете? Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный букварь. Чем же все это кончится? Будет апрель. Будет апрель, вы уверены? Да, я уверен. Я уже слышал и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела сирень. Что же из этого следует? Следует жить. Шить сарафаны и легкие платья из ситца. Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует шить. Следует шить, ибо сколько вьюги не кружить. Недолговечный он кабала и попала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударня, вам предложить. Месяц серебряный шар со свечою внутри и карнавальные маски по кругу, по кругу. Вальс начинается, дайте ж, сударня, руку. Раз, два, три, раз, два, три. Пам-пам, парарам, 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 парам. Пам-пам, парарарарам, парарам, парарам. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. أصدقائي، نشكر كل من انضم إلينا وتفاعل مع صفحة برنامجنا حديث روسيا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث يمكنكم الاستماع إلى الحلقات السابقة من البرنامج.
ونلفت عنايتكم إلى حفل العشاء الساهر الذي تنظمه جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي في لبنان إلى جانب نادي خريجي أوكرانيا لمناسبة يوم المرأة العالمي في 3 آذار المقبل، وذلك في مطعم منارة الخليج في المعاملتين. ويود برنامج حديث روسيا أن يخصص بطاقتين لمستمعيه الأوفياء، وذلك عبر مسابقة يجريها، وهي عبارة عن سؤال واحد ترسل الإجابة عنه إلى البريد الإلكتروني للبرنامج hadithru@gmail.com مرفقة باسم المشترك ورقم هاتفه. والسؤال مقدم من أحد قدامى خريجي الاتحاد السوفيتي، وهو الزميل الدكتور فخر دكروب. يقول سؤال المسابقة: متى وصل أول وفد لبناني للدراسة في جامعة الصداقة في موسكو؟ نتمنى لكم ربح بطاقتين إلى الحفل الساهر في 3 آذار المقبل، ولا تنسوا إرسال رقم الهاتف كي يسهل علينا تسليم الرابح لجائزته من مركز جمعية متخرجي الاتحاد السوفيتي في بيروت. ولمزيد من المعلومات الاطلاع على صفحة البرنامج على الفيسبوك. أصدقائي، لقد احتفلت الممثلة الروسية فيرا ألينتوفا بيوبيلها 70 في 21 من الجاري، وقد اشتهرت فيرا بمشاركتها في فيلم موسكو لا تصدق الدموع الحائزة جائزة أوسكار في العام 1980، وهو من إخراج زوجها فلاديمير منشوف، وذلك بعد أدائها لدور مديرة لمعمل نسيج أحبت عاملا بسيطا في الفيلم. وذاع صيت هذا الفيلم في ربوع الاتحاد السوفيتي وخارجه، وشاهده أكثر من 90 مليون مشاهد. وخصصنا الأغنيتين الأخيرتين من هذه الحلقة للفيلم، ونشكر الزميلين استيلا كالخاتشيان وألغ فرح على تزويدنا بهما، حيث استمعنا إلى أغنية حوار قرب شجرة رأس السنة، والآن نستمع معا إلى أغنية ألكسندرا. Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась, словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу земли. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо, что бы ни было в начале, ударит он все печали, вот и стало обручальным нам садовое кольцо. Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли. Москва не зря надеется, что вся в листву оденется, Москва найдет для деревца хоть краешек земли. Александра, Александра, что там вьется перед нами? Это ясень с семенами крутит вальс над мостовой. Ясень с видом деревенским приобщился к вальсам венским. Он пробьется, Александра, он надышится Москвой. Прятала. Москва видала всякое, но беды все и горести склонялись перед ней. Любовь Москвы не быстрая, но верная и чистая, поскольку материнская любовь других сильней. Александра, Александра, что там бьется перед нами? Это ясень с семенами крутит вальс над мостовой. Ясень с видом деревенским приобщился к вальсам венским. Он пробьется
Александра, она дышится Москвой. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою. Ты вглядись в его лицо, чтобы ни было в начале, удалит он все печали. Вот и стало обручальным нам садовое кольцо. Вот и стало обручальным нам садовое кольцо. حديث روسيا قدمته لكم زينب فقيه، إعداد عماد الدين رائف، بمشاركة فؤاد خشيش. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму.